السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. أحياناً الانترفيو بيبدأ قبل الانترفيو بيبدأ من المرحلة بتاعت التواصل، يعني مثلاً الليلة جاني إيميل إنه مثلاً إيميل يعني من الريكروتر، والإيميل فيه كم نفر، في كم نفر كوبيت في الإيميل يعني إنكلوديت في الإيميل في السي سي، فالإيميل فيه الريكروتر وفيه الهايرينج مانجر وفيه كم نفر، في زي 3-4 أنفار كده. فجاني إيميل إنه الانترفيو من 7-8 PM UTC-5 UTC-5 ده تايم زون، 7-8 PM UTC-5 إنديانا بين قوسين إيست، إيست دي مقصود بها إيست كوست، يعني التوقيت مرة تانية 7 PM 7-8 مكتوب 7 PM UTC-5 UTC-5 دي بين قوسين، يعني UTC-5 بين قوسين، بعد ذلك كاتبين إنديانا بعد ذلك كاتبين إيست يعني إيست كوست، لكن الشيء المهم في الموضوع UTC-5 دي. بعد ذلك رسلوا إيميل تاني إنه الانترفيو الساعة 4 PM PST اللي هي دي 4 PM Pacific، ورسلوا إيميل ثالث الانترفيو 3 PM MST Mountain Time يعني. فمعناه هنا أدوني 3 أوقات، يعني مرسلين 3 إيميلز مختلفة، وفي كل إيميل بيتكلموا عن وقت مختلف. فهنا ده ذاته انترفيو، ده هنا ذاته انترفيو، لأنه 3 إيميلات وكلهم بيقولوا الانترفيو يوم الخميس يوم 30، لكن كل إيميل بيتكلم عن وقت مختلف. بعدين بالذات الإيميل الأول الوقت ما مفهوم، يعني بيقول لك 7-8 PM UTC-5 Indiana East. أول شيء بحثت أونلاين شفت UTC دي معناه شنو، وبعد ذلك بحثت أونلاين عرفت UTC-5 دي معناه شنو، يعني UTC عنده معنى، ده تايم زون معين عنده معنى، و UTC عنده معنى، و UTC-5 ذاتها عندها معنى، و UTC-5 دي عندها معنى في 8 شهور في السنة، وعندها معنى مختلف في 4 شهور في السنة، ليها علاقة بالديلايت سيفينج تايم والسمر تايم وتفاصيل. فده ذاته كان بروجكت في تقديري، عشان تفهم الوقت ده يعني أنا في تقديري الشغل بعدين بيكون أسهل من الكلام ده، فأنا زي شغال بحاول أفهم الكلام ده معناه وشنو، وفهمته وتبين لي إنه الثلاثة توقيتات دي. طبعا الخطوة الأولى فهمتها UTC-5 دي معناه شنو، وبعد ذاك رسلت لهم قلت لهم UTC-5 دي معناه كده وده توقيت. في الإيميل الثاني اديتوني توقيت، وفي الإيميل الثالث اديتوني توقيت. فيبدو إنه هذا exercise داير يشوفوك أنت دقيق ولا لا، حتقدر تفهم UTC-5 دي شنو، حتقدر تبحثها ولا لا، لأن الشغل كده، الشغل أنت بكل عندك إيشو أنت بتبحث عشان تحلها. فبعد ما فهمت UTC-5 رديت لهم، فقلت لهم أنتوا وديتوني 3 توقيتات UTC-5 دي، أنا حسبتها بتوقيتي بتاع دنفر هي بتعني ساعة كذا، لكن غير كده أنتوا برضو قلتوا في توقيت تاني 4 PM PST، وفي توقيت ثالث 3 PM MST، فدي 3 توقيتات مختلفة، فياتوا فيهم الصح. ده هنا انت كده نجحت في الانترفيو ده. فقام ردوا لي قال لي والله التوقيت الصح هو كذا، واسفين على الكونفيوجن. قلت تمام. تاني بعد شوية رسلوا ايميل قال لي لا التوقيت الصح ما كده، التوقيت الصح هو كده. فالقصة دي هي كلها اختبار، وانا بعتبره اختبار يعني موفق جدا من ناحية الريكروتر. قبل كده كان عندي برضو انترفيو في الشهور اللي فاتت نفس الفكرة، وبرضو بيتكلموا عن الـ UTC ده، يعني التوقيتات المعروفة للناس هي الـ Eastern Time، الـ Pacific Time، الـ Mountain Time، دي التوقيتات المعروفة. أما الـ UTC ده ما معروف بالنسبة لأغلبية الناس، ومنه أنواع، منه UTC-5 و UTC- كذا و UTC plus كذا وكده. فبرضو قبل فترة في شركة برضو رسل لي التوقيت برضو بالـ UTC مثلا ماينس 5 ولا ماينس كده، فبرضو اشتغلت نفس الـ exercise وحسبت القصة وكده.
فدي انت لما تحسبها بتوريهم في هي في تقدير ده ذات جزء من الانترفيو، لما تحسبها بتوري انت عندك المقدره انك تبحث وتفهم وتحل المواضيع. وبالنسبه لك انت ذاته ده اكسرسايز زي ما قلت لكم، انا شايفه هو كومبلكس اكتر من كثير من المواضيع اللي بتشتغل الناس بعد ما تشتغل. فانت دي لو حليتها بتاكد للانترفيور انه انت بتقدر يعني تو ريزولف ايشوز، لكن غير كده بتاكد لنفسك ذاته انه انت بتقدر تحل الامور. فاس يا شباب، اي واحد عنده وقت ممكن يشتغل الاكسرسايز ده وفي الكومنت يعني يوريني التوقيت ده الساعه كم. يعني الناس اللي بيقولوا نحن ما حنشتغل بالتوقيتات الثانيه، احنا نشتغل على اليو تي سي. فلو اي زول داير يحسب القصه دي يشتغل الاكسرسايز ده، زي ما قلت لك دي ذات بتعزز لك مقدرتك في انه انت بتقدر يعني تحل الايشوز وتتعامل مع الايشوز وكده. لانه في النهايه اي شيء بتحله بالبحث. فالاكسرسايز اللي انا بشجع الناس تحله انه 7 بي ام يو تي سي ماينس 5، 7 بي ام يو تي سي ماينس 5 ده التايم زون. يعني لو زول قال لك 7 بي ام يو تي سي ماينس 5 بتوقيت دنفر دي الساعه كم؟ One more time. 7 p.m. UTC minus 5 بتوقيت دنفر دي حتكون الساعة كم؟ السلام عليكم. فلو يزول عرف الإجابة دي اكتب لي في الكومنتس. سلامات.